حمراء ليش انتوا عنصريين؟ من احلى الاماكن الموجوده في اسطنبول الاسيويه. والله مش متجوزين. المسجد من جوا مبهر جدا. مدينه اسطنبول مقسومه جزئين، الجزء اللي انا عليه الجزء الاسيوي، والجزء اللي موجود ورانا الجزء الاوروبي اللي فيه اغلب الاماكن المشهوره اللي بتعرفوها. الهدف من هذا الفيديو كان اني اصور فيديو بالجهه الاوروبيه، لكن لما رحت الدنيا صيف، كميه السياح لا تطاق، خلتني اكره هذاك الجزء من اسطنبول. شوفوا الدور من وراي، من ورا 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 لعند ورا، شايفين كل هذا. فقلت ليش ما اغير الفكره واجي افرجيكم الجهه الثانيه من اسطنبول الحلوه الهاديه الرايقه. هذا الفيديو راح اعمله مع صديقتي حمراء، تركية من اسطنبول، عاشت كل حياتها هون، بس تحكي عربي صح؟ نعم اتكلم شوي شوي ولا انت؟ الحمد لله الان اصبحت عربي. بتحكي عربي احسن مني ومنكم بس بالفصحى. نعم. بدايه قبل لفتنا في الجهه الاسيويه، عشان توصل هاي الجهه في عندك طريقتين، اما بتاخذ خط المترو تحت مضيق البسفور بخط مرمراي، او بتقدر تاخذ سفينه من مناطق مختلفه في الجهه الاوروبيه للجهه الاسيويه، والطريقتين كثير سهلين. فاخذت سفينه على بطاقه المترو واجيت على اسكودا، المنطقة هاي في اسطنبول الآسيوية. إذا بنطلع وراي حنشوف، شوفوا معي برج جلاتا، مسجد السليمانية والسوق المصري والأماكن اللي حواليه، في عنا قصر توب كابي، بنشوف آيا صوفيا والمسجد الأزرق اللي هي أشهر المعالم اللي كل حدا بيعرفها في اسطنبول. شو بتعمل بحياتك حمراء؟ أنا حالياً أصور فيديوهات على السوشيال ميديا، خصوصاً صانع محتوى في يوتيوب، وأيضاً أعلم لغة تركية للأجانب. فأي حدا بده يشوف قناتها ويتعلم اللغة التركية بتلاقوا قناتها في صندوق الوصف. بعد ما توصل الجهة الآسيوية، بالنسبة للمواصلات ممكن انك تاخذ المواصلات العامة، المترو، الترام وغيره، وكمان اذا حاب توفر وقت اكثر تقدر تستخدم اوبر، او في تطبيق اسمه اي تاكسي اتوقع في اسطنبول، كثير رخيص، يعني مشوار ربع ساعة بيطلع عليك باقل من 5 دولار بكثير. خياراتك كلها متاحة، بس استخدم جوجل مابس وامورك بالسليم. بدأنا يومنا في منطقة ساحل اسكودار، اكثر شيء معروف هون اللي هو هذا البرج اللي شايفينه وراي، برج البنت. هلا في عمليات ترميم عم بيعملوها عشان هيك مش شايفين منه اشي، بس بالعاده بيكون هون منظر كثير حلو على الجسر، وفي كثير مكان الناس يقعدوا في المنطقه، لكن هلا احنا الدنيا صبح ففيش حدا، على المساء هيك وقت الغروب بيكون بجنن. لما كان بدنا نصور في اسطنبول الاوروبيه والله كنت حاسس حالي خلص شغل وبدي اخلصه، لكن هون ارتحت نفسيا، هيك هدوء، الناس الطف، الحياه اهدى، الاماكن احلى، فيش مليون ألف بني ادم فوق راسك وانت بتمشى. والله تشكر ادرم، والله تشكر ادرم، والله مش متجوزين، والله تشكر ادرم، غصب عني بدها تعطيني الورده. شو كان بدي احكي؟ والله نسيت شو كان بدي احكي. منطقة اسكودار الحلو فيها انه هذا الساحل لما تمشى عليه كلياته صيادين، وعندك مليون كافيه على هذا الطريق، ممكن تقعد وتكيف على منظر البحر، واذا بدك تفطر ولا تعمل شيء ولا تاخذ كاس قهوه، يعني احسن مكان. ميمار سينان هو أسس هاي المسجد، وكان يحب يعشق مهرمه سلطان. مسجد مهرمه سلطان الموجود في اسكودار هو اول مسجد بنى في هاي المنطقه، بناه المعمار سينان، اشهر معماريين العثمانيين تقريبا، له كثير من المعالم المشهوره الموجوده في المدينه هو اللي بناها، زي توب كابي، مسجد السليمانيه، ومنها هذا المسجد، بناه كعلامه حب اللي هي هاي مهرمه سلطان. فلما ندخل المسجد بنشوف فيه كثير تفاصيل، والناس بيحكوا انه نقش فيه حبه لمهرمه سلطان في التفاصيل اللي بناها داخل هذا المسجد. مسجد جميل واسلوب حلو اذا انت جاي على منطقه اسكودار. والحلو باسطنبول الاسيويه انه كل معلم مهم في اسطنبول الاوروبيه الها شيء هيك شبيه، اذا مش احلى، موجود في اسطنبول الاسيويه، ممكن تيجوا عليه بدل ما تروحوا على المكان الزحمه، بتيجوا على المكان الاهدى والاحلى. واحلى طريقه للمواصلات في اسطنبول انك تطلع في سفينه بنفس كرت المترو، بتطلع 7 ليرات طلعت هاي، يعني نص دولار، وبتاخذك بين المنطقتين الاسيويه والاوروبيه، وبتقدر حتى تتنقل بين المناطق الاسيويه نفسها طالما انت على الساحل، في كثير خيارات، يعني هيك فعليا تطلع رحله قارب ببلاش. اجينا الجهه الاوروبيه على السريع عشان ناخذ سفينه ثانيه وشوفوا الازمه لسه، يعني هينا دخلنا، يلا نرجع لاسيويه. وصلنا منطقة كاديكوي بالقارب، وهلأ بدنا نروح على المنطقة السياحية في كاديكوي اسمها موضة، لكن حنروحها بطريقة هيك حلوة. شو حنروح؟
بترامواي طبعاً. ترامواي جميل جداً في إسطنبول، أسرع طريقة للوصول. لا مش كثير أسرع. بس هو هذا نفسه موجود بشارع الاستقلال، والنسخة الثانية منه موجودة في كاديكوي اللي هلأ رح نطلع فيه. تجربة حلوة، يعني عم تطلع بأقدم وسيلة مواصلات موجودة في المدينة، هيك تحس شعبية حلوة قديمة. ما في مكان لك للأسف. والله يا أخوان تجربة بتجنن، بتحس حالك رجعت بالزمن وبتمشي في الزقق القديمة. عم بيمشي الترام كله بس هيك زقق وأماكن شعبية. هو الوقت تأخر شوي باليوم بس إحنا لسه مش مفطرين، فيجينا على واحد من أشهر محلات الفطور موجودة في إسطنبول. في أكثر من واحد منه بس هذا في كاديكوي اسمه فون كافولتي. هذا المكان عنده جميع أشكال الفطور، بس أكثر إشي أنا بحبه شغلتين اللي هم منمن، تيجي زي الشكشوكة طلبت معها جبنة، والجوزلمة اللي هي فطيرة محشية طلبتها بالبطاطا والجبنة مع بعض. بالعادة ما بحط الشغلات مع بعض بس أنا هيك بحبها. إبداع إبداع. رائع. بالعافية. صحتين صحتين. للناس اللي بدوروا على صور انستغرام عندهم كمان قصص اللي هي هذا الفطور التركي تبع التصوير، بس احنا مش جايين نفطر هيك، هدول الشغلات أزكى بالنسبة إلي. ولو انتم موجودين في موضة في وقت الغروب أو وقت حابين تقعدوا تريحوا، في عندكم هون ساحل، منطقة فيها بحر وفي ساحل كثير حلو وقت الغروب. احنا للأسف هلأ مش وقت غروب فمش حنقعد كثير، بس هذا هو. بالعادة الشباب في اسطنبول شو بيعملوا هون؟ يأتون إلى هنا يتجولون، ويوجد هنا النزهة، يخترون شاي قهوة ويشربون يأكلون هون. لقينا هذا المحل ببيع عصائر فواكه وكان عليه كثير ناس، فلحقنا صوت الشعب وطلبنا عصير اسمه أتم، خلطة كل إشي حاط فيه مبدئياً، بنعنش. كل ما أحكي عن تركيا بيطلع أكيد في تعليقات بيحكوا إنه الأتراك عنصريين. حمرة ليش أنتوا عنصريين؟ نحن لسنا عنصريين كاسر. يلا. يوجد من الأشخاص عنصريون، أنا أقبل هذا الشيء، لكن ليس كلهم. ليس كلهم. نعم، في كل بلد يوجد عنصريون، لكن للأسف هدول الأشخاص عددهم قليل لكن صوتهم أكثر. أنا صراحة مريت هيك بشوية مواقف عنصرية، ما بنقدر نحكي إنه مش موجودة، لكن حتى الأتراك بينهم وبين بعض، هذا اللي كانت تحكي لي يا حمرة، في عندهم مشاكل اللي هو بين الملتزم وغير الملتزم والخلفيات السياسية والخلفيات الدينية، صح؟ صحيح. يعني عن جد في ناس طيبة، الفكرة إنك تروح تلاقي الأماكن اللي فيها أطيب ناس وتتعامل معهم، لأنه العنصرية موجودة وفعلاً نسبة العنصرية هون أكثر من بعض الأماكن الأخرى، لكن بنفس الوقت الإشي اللي بتقدمه تركيا مش راح تلاقيه في مكان تاني. السياحة حلوة، الأسعار رخيصة، الأكل حلال. الأكل حلال هاي أهم شيء. أهم شيء. وفرص الاستثمار كتيرة، الدراسة هون كويسة. طب بما أنه جبنا سيرة الدراسة خلينا ندخل على الإعلان دقيقة. لأي طالب خلص توجيهي أو بدور على فرص دراسة بالخارج ومفكر في تركيا، عندي لكم شركة رح تساعدكم تلاقوا التخصص والجامعة المناسبة لك في تركيا بدون ما ياخدوا منك ولا فلس. شركة إديو هيلبينج تخصصهم إنه يلاقوا لك الجامعة والتخصص المناسبين لك في تركيا، ولما أنت تروح تسجل بتدفع للجامعة مباشرة، ما بتدفع ولا فلس لهاي الشركة، وغير هيك بضمنوا لك كمان إنك تسجل بأقل رسوم تسجيل ممكنة، وبتحدوك تلاقي أي طالب معك في نفس التخصص دافع مبلغ أقل منك. بس لسه في أكتر. لو أنت توجيهي ولسه مش ماخد شهادتك، بتقدر تروح تسجل عن طريقهم بشهادة الصف العاشر والأول ثانوي، ولما تطلع شهادة التوجيهي بتروح بتأكد حجز مقعدك فيها. بتقدر تواصل معهم تشوفوا شو ممكن يساعدوكم، وإذا ما لقيتوا الشغلة اللي بتناسبكم عادي بتكونوا جربتوا وما خسرتوا ولا إيش. خلينا نرجع للفيديو. بعد ما خلصنا الإعلان والله ما كنتش أنا مجهز إنه ندخل في الإعلان هيك، بس يلا زبطت معنا. هلا وين نروح؟ الآن نحن في تشاملجا، وسوف نذهب إلى مسجد تشاملجا لأن أسسه جديد وكبير جدا يجب أن نراه. هيا بنا. وإذا كنت في الجزء الآسيوي من إسطنبول وحاب تشوف مسجد هيك بحجم آيا صوفيا ولا السلطان أحمد وفعلا فيه فكرة حلوة، بدك تيجي على مسجد تشاملجا، موجود في منطقة أسكودار على تلة تشاملجا. هو يعتبر حالياً أكبر مسجد موجود في كل تركيا. كم حدا بوسع هون؟ 63,000. وبيحكوا إنه في حالة
وجود زلزال بوسع 100,000 شخص. صحيح. المسجد هذا جديد نسبياً، فتحوه سنة 2019، لكن الديزاين كان مستوحى من ديزاينات المعمار سنان اللي هو الديزاينات العثمانية القديمة، زي مسجد الصبح اللي شفناه في أسكودار. كان هدفهم إنه يعملوا هذا المسجد قريب من هذا الستايل، وهو كان ثالث مسجد بنعمل اللي فيه 6 مآذن، هو ومسجد السلطان أحمد، وفي مسجد ثالث موجود في أضنة، لكن هم هدول 3 فقط بتلاقي فيهم 6 مآذن. للأمانة المسجد من جوا مبهر جدا، هاي مش أول مرة بدخله، بس كل مرة بدخل فعلا بتحس بالإبهار. يعني السكيل تبع الأشياء الموجودة هون ضخم ضخم ضخم. في عنا هون 3 طوابق للمصلين، حاليا فيش داعي نطلعهم لأنه المساحة كتير كبيرة وبديش أمشي كتير، بس فعلا مسجد رهيب. أعزائي عزيزاتي، وصلنا مكان من أحلى الأماكن الموجودة في اسطنبول الآسيوية، خصوصاً وقت الغروب. إحنا هلا مش وقت غروب للأسف، لكن اسم الحديقة بيوك تشاملجا بالتركي، وتلة العرايس بسموها بالعربي. الاسم العربي إجا من كتر ما بيجوا عرايس هون بيتصوروا. المكان هو حديقة جاي على تلة جميلة اسمها تشاملجا، زي ما شايفين هاي الحديقة اللي ورانا. في فوق هناك مكان تقدر تطلب أكل، تطلب عصير، تطلب بيتزا وتقعد. مكان كثير حلو، في العلم فوقك، لكن الأحلى هو الإطلالة اللي عندك إياها على كل اسطنبول وراك. وإذا حابين تروحوا حدائق أخرى حلوة في الجهة الآسيوية، أنا بنصحكم بحديقة اسمها نكاش تبي، حديقة كبيرة فيها نشاطات كتير، وأحلى شيء فيها أنه مطلة على جسر البسفور. إذا بتروح وقت الغروب حتستمتع بأحلى إطلالة ممكن تشوفها. وإذا أنت رايح على منطقة كاديكوي يوم ثلاثاء، فعندك فرصة أنك تروح على سالي بازار، أو بسموه بازار كاديكوي، بيصير كل ثلاثاء، ورح تستمتع فيه بالجولة اللطيفة في هذا الجو الشعبي. أحد الأماكن المعروفة بإسطنبول الأوروبية هو قصر دولما باهتشم، من أحلى القصور اللي ممكن تشوف فيها أسلوب معمار رهيب ببذخ التريات المعلقة فيه. لكن عشان تبعد عن الزحمة ممكن تزور إشي قريب منه جدا في الجهة الآسيوية في منطقة أسكودار، اسمه قصر بيلاربي، من القصور اللي كتير حلوة وموجودة في الجهة الآسيوية. في كمان غيره قصر كوتشوكسو، هدول القصرين ممكن يغنوك عن إنك تروح دولما باهتشم في الزحمة في الجهة الأوروبية. ونهاية نجينا على منطقة إيش اسمها؟ تشانغاكاي. شو في هون؟ هنا يوجد كارب ويوجد مقاهي جميلة جداً للجلوس، الآن سوف نستمتع هنا. نعم، هلا وقت الغروب، للأسف في غيوم فمش كتير ضابط معنا الغروب، بس المكان عن جد كتير حلو مع الفيو على جسر البسفور والقوارب وصوت النوارس الزنخين اللي بدهم يوقعوا الدرون دايماً. فهي كان نهاية الفيديو. صراحة عن جد المنطقة الآسيوية كتير أحسن من الأوروبية، استمتعت هون كتير أكتر. فأي حد بيجي إسطنبول تأكدوا إنكم تقضوا هون وقت أكثر، لأنه الأغلب بيقضوا وقتهم في الأوروبية. في النهاية شكراً لحمرة اللي كانت معنا. أنا أشكرك كثيراً، كان يوم جميل جداً معك، استمتعت كثيراً. الله يسعدك. تلاقوا قناتها في الديسكريبشن. يسر الله أسفاركم. سلام. والله منظر جميل وضوء بجنن هون. لا هي الكاميرا تجنن.